كلام اليوم والله انا ما شفته، بس اقول لك ما شفته. لونه رصاصي، ما ادري، ما مع الجواب الحين تبقى عروسة. كيف اليوم؟ كيف اقول لك فؤاد؟ هذا من هو المفروض تروش مفروض. ها اقول لك فؤاد، انا توقعت. اسمع، نقعد احنا مع بعض. ها عطى انا عارف الجوال ذا مو لك ولا لخالد ولا سعود ولا طب قولوا لمين يا اخي؟ صح ولا بس هياط كذا لقينا جوال؟ هذا كلام ترى مهم. لا هذا هياط ذا. اي كلام مهم، يعني انه ليش كذا بس هياط؟ يعترف راعي الجوال فكنا والناس ما في ما في ما حد مع جواب حلال. والله العظيم والله العظيم مو جوال احد. انا اسمع كل العيال. والله احلف والله مو جوال احد، والله العظيم. احنا 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 ما عندنا اسرار بين بعض. ما في اسرار، احنا نعرف مع اللي شاف كلام اليوم كامل. ما شفته انا شفت اخر، لا اخر شيء لما رحت البس قبل الجوال لقينا جوال، لقينا جوال. تكلم فواز، تكلم هاني، والله وجهي الا السالفه بارده بردت، فهمت؟ ما لحقت عليه. والعيال يقول جوال جوال مني شباب، جوال مني. لو جوالي بقول لك جوالي، لو جوال عبد الله بيقول لك جوالي، ما احد يقول والله مو جوالي. انا كنت كنت ازور مع واحد بالاداره امس، ما شفت كلام اليوم. غلقنا. ها انا لا ما الحمد لله ما شفت شيء. امرك كامل. طيب جيبوا لنا خلنا نشرب قهوه نتحل. ها الشباب شلوا شلوا واجد. يا اخي فيه فيه اللي الحلال يجيك. رصيد راجع كم وصل؟ ها؟ رصيد راجع كم وصل؟ ما ادري والله. اسمع الكلام. انا صراحه من الناس اللي ما احب اسال عن الرصيد. ترى السؤال على الرصيد مو معناته انه ابغى لا 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 ادري ادري. لا هذا الرجال اكثر واحد يعرف رصيدة العرب. لا يا اخي بعض الناس مو بوفاد، بعض الناس والله بشار سالت عن رصيدي احس اني احسده. صار رصيد بس اللي معرفة من المنافس فقط. شيء بسيط يعني. ايوه. وانا صرت 5000 العيد. ها؟ انا صرت 5000. حلو. ما توقعت ابو فهد 5000، لا توقعت معاذ قريب مني. لكن الحين صاروا منافسين والد. انت ثالث واحد. ها؟ قريب منك. انت ثالث واحد. انا توقعت فوق الحين انت. لا لا لا. انت فوق بس انا قاعد. الحين راجع سعود فهد عبد الله ومين غيرهم اللي أنا. فوق؟ انا. انت كم؟ 4600. 4800 كم عندك انت؟ من حولك؟ حولك انا انت انت 4800 ممكن انا خليني الحين انقل واحد من الهوامير. عندك راجح اللي فوق سعود فهد خالد حامد اللي فوقي ما اللي فوق اللي احنا جنب بعض يعني مسابقه تدخل اصير انا فوقك. انا اعلى منك بس رصيدي خفي اقل منك. انا اطلع خلو خفي خلو انا اقل منك. لا 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 اتكلم، لو دخلت مسابقه وفزت فيها صرت اعلى منك. هذا يعني الكلام يعني قريب من بس انا ترى افكر في الهامور في الهامور اليوم. كيف الهامور؟ الهامور راجع. الهامور راجع انت خلاص هذا انتهينا منه. الهامور اليوم بيعمل البرايم. طيب راجع. هامور بيني وبين الف لا مستحيل. جعل بالف عافية. ها؟ اقول الف عافية يا ابو طلعت فسحة. طلعت شهادات الباقية. طلعت فسحة. جعل بالعافية. حامل مادتين. طلع عوايني المدرس والله انهم هنهم لو ما تعرف. طيب وانت مين نوم يقول له يحلف والله طلع عوايني. والله طلع عوايني مع الفرنساوي تمثيل. يقصون يقصون قصه مأمون القديم حقيقي حقيقي اثرتي عوايني لها دخل مأمون. اي قبل يا اخي ما اعرفه والله ما اعرف. ورانا انك تعرف تضحك ترى قلت لك يا اخي ترى ما اتابع مره ما احبه. ابو حامد هذا رجال اسمع هذا رجال سوري. ها هو سوري سوري جاء الحاره من فتره جاء بعد فتره طويله واخترق قصه ان ابوه كان هنا وهذا بيته كان كان زعيم زعيم الحاره ما ادري زعيم ايه ايه حلو؟ ايه المهم رجال جلسوه واهتموا فيه ووطد نفسه زين في الحاره وزوجوها بنت الزعيم. ها ابلش لانه خلاص هذا ولد زعيم شوف مكانه يعني عرفت؟ طلع كفو لا طلع في الاخير ايش؟ طلع عوايني مع الفرنساوي الفرنسيين هم اللي زارعين. اوه عقب جاسوس عقب عقب عقب
فهنا وش يصلح له؟ ما يصلح له معتز يجي هذا الكلام. فالان احنا الايام هذه لازم نستعين معتز والهيثم ابو معتز اليوم كلنا برايم الحياه بلا تفاني ما شاء الله حبيبي ابو دينا رحلنا عن بعض والله برايم ندوس برايم حقت هذا برايم دبل ايه شو اسمه رحنا عن بعض في توت يا ابو دينا برايم دبل ايه لا اذا خلص برا طريقة شو ها حبيبي نقول قولي بعد خلص اقول لك ترار يا عيال تبدا الفله ولا ناس الان ليل المغرب او بعد المغرب ليل ما يجينا المعيد ذا بس لك سؤال الحين كم رصيدك؟ 3900 حبيب والله شايفك من ابراهيم متكع من زمان ابراهيم تعرف وين مجلس؟ مكان سلمان لا لا انا شايفك انت راجع القريه سلام عليكم هم شارع السعودي عندي احساس كبير انه انا يعجبني والله ما طلع خلودي ولا معاذ ابراهيم ولا محمد علي يا رب انا يعجبني فيك حاجه يا وهيب انت في البرايمات راكد ما تستعجل حبيبي هذه احلى حاجه فيك ترى عشان كذا ما يحتاج اوصيك واقول لك لا تستعجل لا مع محمد مكي ترى نصحت